تقبل الله صلاة الجميع. مشاهدينا الكرام، نعود إلى نقاش ضمن فضاء عين عن الحدث الذي نخصصه اليوم إلى مشكل العقار الذي ممكن أنه يرهن نجاح الصيغة السكنية ألبية والكثير من المواضيع المتعلقة بهذا الصيغة التي تم إعادة طرحها بعد أنها فشلت في المرة الأولى سنة 2010 وكانت شهدت الكثير من المشاكل. أستاذ محفوظ كوبي، وهنا يدخل عامل المرقي العقاري بين المكتتب والدولة. الكثير من يشكك في عملية نجاح هذه الصيغة عندما يرجع الأمر إلى المرقي العقاري. كنا تكلمنا على تكلفة السكن التي لا تفوق 5 ملايين دينار، وهو أمر غير معقول في مدن كبرى. هذا يعتبر دليل على أنه حتى نقوم باستحداث فوائد من طرف المرقي العقاري لابد أنه يمر على التحايل والغش حتى تكون فيه ربحية في هذه العملية، ولا لما يمرش على هذا الفريق غير ممكن أنه يحقق أرباح. وهل السؤال الذي يطرح، هل يأتي إنسان إلى مشروع دون أن يحقق أرباح؟ إذن هذا هو المشكل. لما نقول بأن السكن هو ستامبيان ايكونوميك، لازم يخضع الى عامل السعر، عامل التكلفه، وعامل الربحيه. هذه الامور الاساسيه التي تنشط اي متعاملين سواء اقتصاديين او حتى المكتتبين او الناس اللي تحب تشري. منطق هو ان المرقي يريد ان تكون عنده فائده، هذا امر منطقي ومن حقه كما يقال، من حقه ومن حق المشتري ان يكون له سكن يتوفر على لي نورم اي افيك لي زيكزيجونس. حنا علاش اون بيرفيرتي هاد لا لوجيك؟ لما يكون السعر اقل اللي يطلب يعرف باللي راح يعطيو له سكن اقل من ثمنه. لما يعطيو لك سكن تشوف انت في السوق الحقيقي يعمل 10 مليون دينار وانت يعطيو لك 3 مليون دينار، تسكت، ما تنجمش تكون عندك اون اكزيجونس، ما تنجمش ترفض، تكون مستعد ان حتى الى تحسين نوعيه هذا من مبالغك الخاصه. وهذه كيفاش نشوفوها؟ روحوا كل المشاريع تاع ال بي ا ولا السوسيال ونشوفوا المحيط تاع السكنات لما تسلم. تلقاها كلها ورشات اللي البلاط يعاد، اللي حتى الجدران تعاد، لا بلومبري تتعاد. اذا شوف التكلفه، لان احنا عندنا التكلفه مباشره، ونشوف بان دائما التكلفه الحقيقيه تظهر الى العيان، لان المجموعه الوطنيه انت اللي ما تخلصوش مباشره ستخلصوا بطريقه غير مباشره لما تعيد تاهيل مسكن من المفروض انه جديد والمفروض ان عمره على الاقل 15 من يومك سنة. تسكن كما نقول من يومك تسكن. احنا من يومك تبدا ترقع، من النهار الاول تبدا ترقع. وشفنا الكوارث التي كانت في العديد من الاحياء السكنيه التي سلمت. شوف، نروحوا كل القدر الوطني، روح وين ما تكون مشاريع جديده، وين ما تكون ورشات ومشاكل كبيره حتى مع لا ديشارج بيبليك. اذا الامر هذا يعطي لك أن التكلفة ستكون حقيقية وتدفع بطريقة غير مباشرة، ولكن الأدهى والأمر أنك يكون عندك مجموعة من المرقين العقاريين من الرداء بما فيه. لماذا؟ لأنهم حتى هما يرضوا باش يأخذوا إنجاز سكنات بثمن بعيد ب 30% أو 35% بالثمن الحقيقي. يقبل ولكن يكمبونس هاد، عندهم طرق لتعويض الأرباح. يتحايل بكل بساطة، لأن الأمر الحقيقي لما نقول لك بكل موضوعية أن سعر المتر المربع اللي سكن يكون طبقا للمعايير الحقيقية، ما نقول لك سي لو ستاندينغ، ولكن محترم، متوسط، محترم يعني. تكون عمره 15 سنة، يكون يتوفر فيه الإنسان على الظروف العادية من أجل العيش. لا يمكن أن يكون سعره أقل من 75,000 دينار للمتر دون أرضية، دون أرضية ودون فوائد. بمعنى أنا أتكلم على تكلفة إنجاز، تكلفة إنجازه دون السكن، دون فوائد، دون فائدة. إذا لما تعرف بأن مشروع سكني على الأقل يستغرق بالنسبة لمئة سكن، لما تكون عندك تقنية وتحكم يستغرق على الأقل سنتين. لما تكون دراسات مضبوطة وكل ما يلزم. احنا واش نشوفه في الألبية؟ دراسات غير موجودة أصلا. الظروف والضغوط الاجتماعية تجعل أننا ندخل في مشاريع دون دراسات،
دون تحكم في تكلفة، ونبقى إعادة تقييم المشاريع وعزوف المرقين ومطالبتهم كل مرة بإعادة النظر في السعر الحقيقي وفي لي كونترا كي اون تي سيني. بمعنى عوض أن نذهب على سنتين تكون عندنا 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات دون أن يكون المشروع منجز. هذه من ناحية المدة. من ناحية السعر والتكلفة، لما تكون التكلفة ضعيفة فإن عملية التحايل تكون موجودة، ولما تكون عملية الريع مثلا في مواد البناء في الكثير من الأمور في لاكاليتي، احنا نشوفوا في لاكاليتي دو لا رياليزاسيون ولا لي ماتيريو دو رياليزاسيون، حتى يمكن احنا نقولوا الإدارة هذا ما يمكن أنه يشكل خطورة على المواطن الجزائري، معناها السكن اللي المفروض أنه يأوي المواطن يصبح خطر على المواطن. نعطيك مثل مثل زلزال بومرداس. زلزال بومرداس ما هي البنايات التي اللي رابت اللي في العهد الاستعماري ما رابتش، اللي كانت في وقت المؤسسات الوطنية وكانت فيها عملية رقابة موجودة وكلش، وكان فيه سيتي دي لوجمون لوكراتيف ما رابوش، اللي رابو أحدث سكنات واللي توزعت بطريقة ريعية هي اللي رابت. بمعنى أن كان المفروض أن السكنات القديمة هي التي تكون هشة نوعا ما. إذا الهشاشة هشاشة المنطق وهشاشة الريع وهشاشة عدم وجود الموضوعية تظهر وقتاش تظهر في الأمور صحيحة. تظهر لأن الدراسات ما هي دراسات، عملية المراقبة ما هي مراقبة، لأن وهذا ما يجعلنا نتخوف أنه تكون مثلا كارثة طبيعية في المستقبل، ممكن جدا أنها تكشف الكثير من الأمور التي كانت فيها تلاعب، وخاصة في الشق المتعلق بالسكن، وهذا يعتبر أمر غير منطقي في دولة مثل الجزائر. أستاذ محفوظ قوي، حتى الاستباق لما نتكلم على التحكم في الطاقة مثلا أو نظام طاقوي جديد، من شوفوا الالبيا وحتى الالبيبي اللي راه يترياليزا دوكا، سي دي كاجون بيطون افيك دي كوفراج تونيل، بمعنى كلش بيطون. بينما في الدول الحالية كل التقدم هو أن مواد خفيفة عازلة غير مستهلكة للطاقة. إذن حنا ما زلنا نخدموا افيك دي بروسيدي قدم 50 سنة و 60 سنة اللي دول قليلة للأسف الشديد اللي تخدم بها. حنا نحاولوا السرعة والثمن وحل المشاكل الاجتماعية. تقريبا في نهاية حصتنا اليوم أردت أن أطرح هذا الاقتراح الذي حمله الكثير من الخبراء في هذا المجال، يتعلق بحظيرة سكنية للإيجار، وهو الحل الأمثل ويبدو أنه الحل الوحيد للقضاء على الأزمة السكن، يحل كثير من المشاكل ليس فقط مشكل السكن. لماذا إلى حد الساعة الجزائر والقائمين على القطاع لا يريدون أن تقريبا يمروا إلى مثل هذه الاستراتيجيات؟ هي استراتيجية الكل يعلم أنها هي الاستراتيجية الأنجع حتى نقضي على أزمة السكن. يا لما نرى المنطق اللي غلب على عملية السكن قبل، عملية توزيع الريع، عملية إسكات الشعب، عملية في المصدر نهب وتحويل المال الموجه للسكنات، لأن في الأمر ناس كاين اللي ربحت الكثير عن طريق عملية توزيع السكنات، كاين ناس اللي دا سكن ماهوش ليه وعاود باعو مرتين، دا واحد واثنين وثلاثة. إذا تحويل عملية الدعم أون أمون أون أفال، إذا سواء في الحصول على السكن، سواء من خلال ناس يسون أوتو بروكلامي دي زونتربرونور ومرقين عقاريين، ومن غير لو روجيست كوميرس ما عنده حتى حاجة، دونك يسوترات ينهب ضعف ولا يستفيد بطريقه غير مباشره. هذه جانب. الجانب الثاني ان العمليه والمنطق في الكراء هو منطق يستوجب تفكير ويستوجب وضع اليات محدده حتى تتم فيه التحكم في العمليه. ولما اداراتنا تروح الامور سهله وتخدم بالعاده وتخدم بالولف، لانها ولفت لي بروسيدي اللي كانوا موجودين، عملية إعادة النظر في حل مشكلة السكن عن طريق الإيجار، عن طريق الكراء والإيجار اللي هو الأمر الأساسي، مشكلتها هي أن إدارتنا ليست بالكفاءة ولم تريد ترافق هذه العملية. ثانيا العملية تستوجب دولة قوية لا تتوانى
في معاقبة من لا يدفع مقابل الكراء، لأن التجربة الموجودة مع ليزوبيجي دواوين الترقية العقارية كانت فاشلة. ونعطي لك دراسة سي سفيان في عجالة فقط، لأنه بقالنا تقريبا 30 ثانية فقط. هل من المعقول دراسات 67% من الحاصلين على سكنات عند ديوان الترقية العقارية في المدن الكبرى الجزائر العاصمة وهران قسنطينة ما يدفعوش ثمن الكراء اللي هو 2000 دينار في أقصى حد، واللي السكنة دير 1.7 مليار. المفارقة في البيض، في أم البواقي، في عين مليلة، في سعيدة، في الدول، في المدن الأخرى أين سعر السكن على أقصى حد هو 300 مليون، فيه انضباط كبير في ذهب الثمن. إذن عدم وجود قوة هذا الخلل، دولة قوية نتمنى التي تفرض في الأمر، هذا أمر عجيب. إذن دولة قوية، إدارة متمكنة، ممكن أنها تنجح صيغة الإيجار التي هي من المفروض أنها تقضي على أزمة السكن، يكون فيه منطق اقتصادي ومحاولة توزيع التحويلات الاجتماعية عن طريق الكراء وليس عن طريق التمر. أستاذ محفوظ كوبي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا، شكرا على مشاركتك النقاش. وكان معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن بن يمينة الخبير العقاري، ولو أنه كانت نوعية المكالمة رديئة حتى لم يشاركنا، نتمنى أنه يكون معنا في مواعيد أخرى وحصص أخرى. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذا الفضاء، فضاء عين على الهدى. أشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء، دمتم بخير.